prénommé. Ah, l'année, tu vas te fâcher. Prénommé. السلام عليكم متتبعي قناتنا عبير، رمضان مبارك سعيد، نتمنى يدخل عليكم بالصحة والهنا والعافية إن شاء الله. معنا الدكتور الطالبي عبد الحفيظ، أخصائي في الجهاز الهضمي. نحاول نقربكم يعني شنو خاص الإنسان يديره في أيامات رمضان، خصوصا الأيام الأولى، بنصائح اللي غتكون إن شاء الله قيمة. شنو الجدوى من رمضان وشنو الدور ديال رمضان بعجالة السيد الطالبي عبد الحفيظ؟ كنرحبوا بك على قناتنا الوطنية عبير. السلام عليكم. تسمحوا لي على اللغة، ما نعرفش نهضر مزيان، زعما ماشي كيستو لان ما قريتش في الرباط ولا في كذا، غادي تلاحظوا عندي شويه المشكل، ولكن سامحوا لي، هذه واحد الحاجه. الناحيه رمضان اول حاجه خصنا نعرفوها هو انه رمضان واحد فيه سوء. نفكروا في واحد الحاجه، هو سوء متصحة، معناه فيه واحد الفضل كبير لبنادم الى صام، خاصه لمرض، معناه يداوي من الامراض. البرهان الكبير داو عليه حتى بري نوبل دو لا ميديسين سي 2016 لو بروفيسور روشيمي في اليابان، على الصيام للجسم شنو اللي كيوقع وشنو الفوائد ديالو. حيث الاوروبيين والغرب داروا عليه بزاف تاع الدراسات، وفي الالماني دابا عندهم 9 تاع لي زوبيتو تاع الصيام. علاش؟ باش يداويو به المرضى. نوع المرضى هما السكري، كوليسترول، روماتيزم، عندك تنسيون، القلب، أمراض القلب، حتى الاكتئاب. وقاسح باش تدخل تما لأن عندو الإقبال بزاف. وهذا دارتو الألماني على أساس أنه الدولة اللي كتخلص سيكوريتي سوسيال، لأن لو كان ما عندوش المنفعة ما تخلصش سيكوريتي سوسيال. لهذا كاين في سويسرا دي كلينيك كتخلص 3000 يورو باغ جو باش دير داك الدواء، ومعروفة. ولكن معليش، المهمة ديالنا هو باش نوصلو للناس انه الصيام للناس اللي مراد كيداوي كونديسيون، يخص يعرف يسوق. الى بنادم صام بعد السكريات الاصطناعية وبعض الدهنيات اللي مثلا دانون فلان البر، هاد الشيء، وخاصة السكريات ديال الحانوت، عاود مشروبات العواصير باستيليش باكية، إلى حد هاد الشيء يكون مخير. يخص في رمضان يكون غير في الليل، يكون على حسب واش فيه الجوع ولا لا. هذا واحد السؤال، هذا الدكتور يعني خصوصا في الايام الاولى، الثلاث ايام الاولى الانسان راه كينتقل من حاله لحاله، شنو يعني الخريطه ديال الغذاء اللي غياخذو ولا الماكله اللي غياخذها؟ الصيام باش يكون فيه نفع ويداوي حتى بنادم يساعد الامراض، هو خص واحد الحاجه، يخص يكون المقدار ديالو في الليل، معناه جاع يكون، ما جاعش ما يكونش، ماشي ياكل يقول له غدا غادي نصوم ويبقى يخزن بزاف، لا، تما الصيام غادي يضرو. إذن راه الثلاث أيام الأولى كلشي يكون عندنا المشكل، كليتي بزاف ولا كليتي قليل، الثلاث أيام الأولى غادي يحرق الراس، فاتيكي شوية الأعصاب، لأن علاش؟ الجسم خص يتوالف مع الجوع ديال 12 ساعة، غير دوز 3 أيام ماكسيموم 5 أيام، تما اللي كياكل غير المقدار ديالو، بمعنى خضار فواكه، بمعنى يكون طبيعي، وثانيا ماشي في السحور ينوض ياكل على أساس أنه غادي يصوم، لا، ينوض في السحور يصلي الفجر ولا ياكل غير
خضار فواكه الماكله لا، نقول باش ندير لو ريزيرف تما غادي يمرض اكثر، واللي داروا هكذا هما اللي عيشوا احسن. خضار فواكه لحوم يكون، ولكن ما يكثرش وصافي. ومرض السرطان يعني؟ مرض السرطان فيه العجب، علاش مرض السرطان اللي كيصوموا كيجاوبوا احسن لا شيميوثيرابي داروها، هذه دراسات داروها في الخارج. غالبا اللي خرجها سيت بروفيسور في ليزيتازوني دابا، لان كانت كيديروا العكس قبل، اللي يدير شيمي خص ياكل كثر، كيقولوا باش نوجدوا. وصلنا دابا الدراسات الى ديمونطري بلي بنادم خصو الى صار دار شيميو غادي تعطي له نتيجه اكثر، ولكن قليل اللي كيعرفوها. داء السكري ورمضان، السكري، الكوليسترول، الروماتيزم، الاكتئاب، كل شيء هذا كيتعدل، غير يخص المريض يطلب النصيحه من الطبيب، يقول له ينقص له من الدواء ويشرح له كيفاش يدير باش تكون عنده النتيجه، لان بنفسه براسه هو ما يقدش يعرف، لان يمكن يكون المشاكل على ذاك الشيء في لوروب اللي كيصوم باش يداويه بالسيام، كيداووا الناس بالسيام في لي زوبيتو سيكوريتي سوسيال كتخلص عليهم في المانيا، قلت لك كاين ناف اوبيتو وسيكوريتي سوسيال كتخلص على ذاك الشيء، كيديروهم سو اوبسيرفاسيون ميديكال، لان الا وقع المشكل. ولكن حنايا الحمد لله كنعرفوا باللي السيام فيه دواء من القران كنعرفوها، اذا ما كنخافوش، نعرفوا باللي فيه غير المنفعه، لان لي زوروبيان هذا الشيء اكتشفوه غير حاجه اخرى، على داك الشيء كيخافوا. شكرا دكتور الطلبي عبد الحفيظ، نتمنوا للاخوان والاخوات صيام مبارك، والى لقاء اخر ان شاء الله بالصحه والعافيه.